Le quiz. إجابات ما غير ما تخمم برشا عليه. أحسن لاعب تونسي. يوسف مساكني. أحسن لاعب في تاريخ تونس. طارق دياب. أحسن مهاجم في تونس. توا ولا كما تحب. أحسن مهاجم في تونس. في تاريخ تونس. في تاريخ تونس. فما برشا. علي زيدوني. فما بسام جريدي فما سي بون اسم برك مدافع كنت تقرا له حساب بوقديدة علاش؟ خويا ما تعرفش عليه كاس ما تعرفش عليه مرفق خويا منين يخوي لك تبدا تقرا حساب باهي ملاعب يفيتو في بطولتنا تشوفه قادر ينجح في اوروبا شوات اقرب لاعب ليك جعدي افضل مدرب تونسي حاليا اي في تاريخ تونس مدرب في تاريخ تونس يا ما تخافش برشا بالنسبه لي انا فوزي بزارتي افضل مدرب دربت عنده في تونسي لا حتى مش تونسي مسيرج فما في تونس فما يوسف زواوي وفي تركيا فما محمد دوزديريك مدرب عنده فضل عليك خميس العبيدي احسن لاعب في العالم رونالدو البريزيليان بريزيليان هذاك ديما في العالم ما تقعدش تخمم اللي خمموا برشا في صافي يقولوا احسن مدرب في العالم عندي انا مورينو ماتش ما تنساهش فرنسا مورينو البطل بطل ما احسن مدرب خويا هدف ما تنساهش فرنسا بونتو فرنسا اجمل بونتو سجلته بونتو فرنسا انا نشوف بونتو نيجيريا احلى اي بونتو نيجيريا ولو جالي ما لقيتوش بالله يا جماعه اللي عنده بونتو نيجيريا يبعثوا لي هدف تمنيت لو كان كنت انت سجلته فينال كوب دافريك 2004 الجزائري بعد ليسبيرونس وجمعيتك الام شنو هي اقرب جمعيه ليك؟ وذرف جمعيتي بعد بعد وذرف وسبيرونس اقرب جمعيه لي في تونس ولا في تونس في تونس سبيرونس حاجة فيك ما تعجبكش بتونس. حاجة فيه ما تعجبنيش اللي انا كين كي ما تعجبنيش كي استنى خليني نقول كي تغش مش كي نتغشش كي نجبد كي نجبد الساش على حد سيء ما عادش نعاود نرجع كانت هذه لوكويس